بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، يعني أنا بسأل سؤال، اسمحوا لي على هذا السؤال. يعني الأمة الإسلامية بقى فيها رجال ولا شو السالفة؟ يعني أنا أسأل سؤال، يعني عاد في رجال؟ عاد في ناس عندهم شرف ونخوة ولا ما عاد في؟ ولا شو الموضوع؟ كل يوم طلعت لنا واحدة في وسائل التواصل، سواء في السناب في الانستغرام، و كلام بذيء. الموضوع صار فيه تجرؤ على الدين وتجرؤ على الله، والعياذ بالله، قلة أدب صريح، يعني مسخرة صريحة. طلعت لي ذاك اليوم واحدة تقول لك والله أنا مارست الجنس، عادي تعترف بالزنا عادي أمام الناس. يعني معقولة وصلنا إلى الوقاحة إلى هذه الدرجة؟ تطلع واحدة تقول أنا مارست الجنس، يعني ما في حد يسكتها، ما في حد يقول لها كلي تبن، ما في حد يعني يوقفها عند حدها، ولا الموضوع مقصود؟ هل الأمة الإسلامية بتاريخها العريق الآن في هذا الزمن، هل أنجاز يمثلون الأمة؟ معقولة؟ وذاك اليوم واحدة أيضا طالعة تقول الله 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 خلقني بالغلط، الله بالغلط خلقني، مفروض أنا ما أكون هني. أنت مين يا حشرة يا قذرة عشان تتطولين وتتجرئين على الله سبحانه وتعالى؟ إيش قاعد يصير يا ناس؟ واحد يجاوبني إيش اللي قاعد يصير في هذا الزمن من التجرؤ بهذه الطريقة، وما حد يردهم ولا حد يردعهم والعياذ بالله. وواحدة طالعة تقول الجنة اللي ما بتدخلني عشان احجابي انا ما اتشرف فيها. انت شنو انت ايش فاكرة نفسك؟ ما تتشرفين في الجنة؟ خلنا نشوفك يوم القيامة لما توقفين في يوم الحساب، ايش راح يكون موقفك وايش يكون ردة فعلك؟ يا اللي مسوي روحك يعني عنتر وبطلة، يعني مو بخايفة. اخواني الافاضل، احنا مسلمين ولا شو السالفة؟ وكل يوم طلعت لي واحدة بقصة جديدة، وذاك اليوم واحدة انسانة لا حول ولا قوة الا بالله، اللي يبيني والله ما حد يلمسني الا يدفع مليون مهر. يدفع لك مليون مهر؟ انت لما قمتي من النوم الصبح شميت ريحة حلجك الخايس المعفن؟ ادفع لك مليون ولما اقوم الصبح اشم ريحه حلجك، ريحه عفونه قذاره بلوعه طالعه من حلجك، ادفع لك مليون ليش؟ ايش تفرقين انت عن البنات؟ اتحداك واتحدى 10 من اشكالك يلي تطلعون في وسائل التواصل الاجتماعي، تطلعين بدون مكياج، اتحداك انت وغيرك واشكالكم. ادفع اللي يبيني يدفع مليون، انت ما تسوين التراب اللي كانت تمشي عليها السيده فاطمه بنت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ السيرة، شنو كان مهرها؟ عبالش تقدير البنت بالفلوس وبال صج انكم جليلات حية. ادفع لك مليون؟ انت تدخلين الحمام لما تدشين الحمام تشمين الريحة اللي طالعينها هي قذرة، اشكالكم معفنة كل يوم تطلعون، وكل واحدة تطلع لي، واتحداكم اذا تطلعون بدون فلتر، يطلعون في السناب كله حاطين فلتر وحطون هاي ما ادري شنو الحشرات اللي تلف وتدور عليهم، واللي حطت لي ورود، واللي حطت لي شيش، فاكرين انفسكم انتم ملائكه حاطين لي ورود على رؤوسكم ولا شي؟ شنو انتم صايعات ضايعات؟ لو فيكم اصلا اخلاق ولو فيكم انتم نخوه والشرف ما بعتوا اجسامكم للناس، تطلعون تبيعون اجسامكم للناس. نعم، تعبالك اللي تسوينه هذا يعني حلال؟ اخواني الافاضل، ايش اللي قاعد يصير من تجرؤ نساء المسلمين؟ والله ما صارت على مر التاريخ ان نساء المسلمين يعني يجاهرون بالايش؟ بالفجر والفسوق والعهر. تطلع واحدة تقول لك انا زنيت، تطلع لك واحدة تقول لك والله انا يعني شنو؟ ايش قاعد يصير يا ناس؟ انا الان قاعد اكلمكم واسالكم اسئلة، ماذا يحدث في أمة محمد وأمة الإسلام من تجرؤ؟ يعني الحكومات مو بعافة، لا الحكومات تعرف، كلنا نعرف وكلنا نشوف، لكن احنا المكروهين.
احنا المكروهين، احنا عبد العزيز واللي يطلعون مثلي اللي ينصحون صرنا مكروهين، وهذول بالعكس هالاشكال الانجاس هم المسؤولين اللي يستقبلونهم، المسؤولين عندنا والكبارية يستضيفونهم ويحطون لهم احسن الفنادق ويستضيفونهم في التلفزيون في على اشكالكم. يا اخي انتم جننتونا يلي ما تخافون الله. عندنا المسؤولين والله والله ان حسابكم عسير، جهنم جهنم وبئس المصير من اللي انتم قاعدين تفسدون في الامه وشايفين وعارفين وساكتين، شايفين وعارفين وساكتين ومتعمدين ان هالانجاز تبون تفسدون في الشعوب، تبون تفسدون في الناس، تبون تقضون على الاسلام. وبعيد وبعيد على وجوهكم النجسة ان الاسلام يقضى عليه، باذن الله راح الاسلام يقضي عليكم قريب. هذه مرحلة تصفية، مرحلة فلترة. سبحان الله كل يوم يطلعون لنا انجاس ينكشفون على حقيقتهم. وانا الافاضل واحد لما يطلع يقول والله انا مسلم وانا مؤمن بالحكي، لكن المواقف كاشماني، يعطونا كاشماني بيعدينا. هذه الإنسانة يعطونها مبلغ تفصخ وتتعرى وللأسف تمارس العهر والفجور من أجل المال. أنتوا عبالكم الإنسان لما يقول أنا مسلم بالكلام لابد أنه يوضع في فتن ومحن لجل أنه يشوف الله سبحانه وتعالى يثبت على دينه أو لا. الله سبحانه وتعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يا رب أنا مؤمن بس جيب الكلام، لا، لابد أنك أنت تنحط في مواقف. وهو الزمن اللي احنا فيه الآن سبحان الله زمن كشفت الأقنعة، كشفوا ناس كانوا يقولون أنهم مسلمين وكنا نشوفهم يصلون وكنا نشوفهم يخطبون، من علماء من ممثلين من سياسيين من حكام من أطباء، والعياذ بالله كلهم قاموا يطلعون الآن ويجهرون بالمعصية ويجهرون بالكفر. هذول البنات اللي يطلعون يقول لك والله الله خلقني بالغلط بالغلط، هذه تفكر ان الكلمه هذه مش كفر؟ واللي تقول والله الجنه ما تشرفني هذا مش كفر؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فعلا فعلا زمن قله الادب وقله الحياء وقله الدين، ما في دين، ما عاد في دين عند هالاشكال والانجاز واللي زعلك. والله يا اخواني الافاضل انا لا اتكلم عن الحكومات وما اتكلم، لان هذول خلاص انا غاسل يدي منهم. هذول عملاء والمسؤولين عملاء وكثير منهم بايعين انفسهم ويتعمدون، لكن انا اتكلم على عيالنا. معقوله عيالنا وشباب المسلمين صاروا يتابعون هالانجاز؟ بعض الفاشينستات اللي تطلع وتخربط بالكلام في يوم واحد يصير عندها 100,000 و200,000 فولوور. تتذكرون حلقتي مال حلقة مالت العقيدة الولاء والبراء، من 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 البراء ان احنا نتبرأ من ما يغضب الله سبحانه وتعالى ومن الاعمال اللي ايش يبغضها الله سبحانه وتعالى، وهذه الاعمال يحبها الله. انتم قاعدين تسوون لهم فولو ولايك وتأيدونهم. احنا ايش وصلنا من المرحلة ان نشوف الانسان يتحدى الله ونسوي له لايك؟ يتحدى الله؟ والله الله راح يسألكم يا ناس يوم القيامة، راح يكون الحساب. الإنسان سيتفاجأ إن الكتاب اللي راح يحصله فيه أمور ما كان يتخيل إن راح تنكتب عليها. يا رب الله يغفر لنا، يا رب الله يغفر لنا. والله ستتفاجئون إن مكتوب في الكتاب اليوم الفلاني أنت شفت عاهرة وسويت لها فولو وسويت لها لايك. والتجار المجرمين اللي عندنا اللي يبون هالانجاز للأسف يروجون حق بضايعهم ويروجون حق تجارتهم عن طريق العاهرات. انت يا تاجر اللي ما تخاف الله سبحانه وتعالى تفكر هذا حلال؟ اي والله هذه عندها متابعين، خل البزنس يزيد. البزنس يزيد عن طريق العاهرات يا جليل الحياة؟ يلي ما عندك دين، يلي ما تخاف الله سبحانه وتعالى، تروج تجارتك تروجها بعرق فروج النساء؟ هذا كلام؟ فعلا احنا في زمن صعب والعياذ بالله. وما نلوم هالبنات اللي يطلعون، ليش؟ لأن لما تطلع تشتهر ويروحون البنات يصرخون لو يشوفونها في مول. فعلا امه صارت امه ركيكه وضعيفه، اللي يبي ياخذ سيلفي وياها، واللي يبي مدري ايش، واللي يعطيها 100,000، واللي يعطيها مدري. كباريه يستضيفونهم في ليالي حمراء، يعطونها في ليلة 100,000 و200,000 وسيارة هدية. فعلا فعلا عندنا ناس حمقى
حمقى قاتلهم الله والعياذ بالله من ذلك. فعلا فعلا احنا في زمن التحدي ضد الدين وضد الإسلام وضد الشرف. ناس تتحدى ضد الشرف. معقولة صار عندنا ناس يكرهون الشرف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل. وقبل ما أختم لجلنا تقولوا والله عبد العزيز نبي حلول، أنا أقول لكم الحلول، حلول في يد شيوخ القبائل، الحلول في يد حكماء القوم والناس الكبارية، الحلول في يد أعضاء البرلمانات والمجالس اللي للأسف معظمهم يدخلون بهدف المصالح. لابد أنكم أنتم توقفون وقفة وتتحركون وتتكلمون مع المسؤولين الكبار. الحاكم لما يحصل حمار يركبه، لما يحصل حمار يركبه الحاكم بيركبه زيادة وبيركب حميرة زيادة أكثر منه. لكن الحاكم لما يفكر أنه يركب حمار ويحصل شوك تحت يخليه فعلاً يفكر مليون مرة أنه يتعامل مع الشعوب بكل احترام. لما الحاكم يحصل شيخ قبيلة وراه كم من مليون من شعبه ومن أفراد قبيلته، لما يحصل أعضاء برلمان، لما يحصل ناس حوالي يقولون لا هذا حرام واتقي الله، مستحيل الحاكم يطغى. حكامنا ما طغوا إلا أن حصلوا ناس ملطشة، ناس حمير تنركب وقالوا له هوبا يلا أركب زيادة يا حاكم أركب زيادة. نعم هذا اللي قاعد يحدث عندنا. ما في حاكم يطغى ولا حكومة تطغى إلا لما الشعب يسكت، ولما علية القوم وكبارية القوم يسكتون فبعدين الحكومة تطغى. لكن لو من البداية نقول لهم لا، من البداية نقول لهم هذا حرام وهذا عيب وهذا ما يجوز وهذا هذا يغضب الله، مستحيل الحاكم يطغى لما يحصل مضبات أمامه. أتمنى الرسالة تكون وصلت. حسبي الله ونعم الوكيل.